طيب الناس اللي ممكن تبقى شايفة ان في بطولة او في كاس السوبر المصري كده كده انت هتلاعب فرق لو قارنتها وقارنت مستواها وحجم الثقل بتاعها بالمقارنة بالتقايل اللي انت لعبتهم مثلا في كاس العالم للأندية في النسخة الأخيرة، ففي فروقات كبيرة جدا. الكلام ده او التفكير ده صح ولا مفيش حاجة اسمها كده؟ لا لا، التفكير ده صح 1000000%. واقول حاجه، ان فرق كاس العالم، انت شفت فرقه النادي الاهلي قبل ما تسافر، محدش متوقع بادائها لما نهينا مع الجونه ونهينا مع التعادل، اتفاجئنا في ماتش اتحاد جد. وبعدين تروح. لا، الدوافع هناك في حاجه اسمها كريم، الطاقه المكنونه داخل اللاعبين، داخل كل لاعب فينا. الطاقه المكنونه دي ما بتطلعش من المدرب، ما يقولهاش ولا التدريب يقولها، لكن دافع المباراة نفسها والخصم هو اللي بتطلع عند كل لاعب. طاقة انت ما تقدرش تسيطر عليها، لكن هي بتيجي دايما بالإيجاب. فدي اللي خلت شكل فرقة النادي الأهلي يوم ماتش الاتحاد بالشكل اللي احنا شفناه. هقول لو النادي الأهلي لعب مبارياته في الدوري بمستوى فرق ماتش الاتحاد او الماتش الأخير الياباني او كده، او حتى ماتش البرازيل، لو لعبنا بهذا المستوى الدوري المصري بالنسبه له هيبقى المسافه بعيده قوي بينه وبين بقيه الفرق. فاحنا جايين على فرق دلوقتي هي بتاعتنا، بتاعت الدوري المصري. طب اخاف بقى ان الفرق بدل احنا ما نشدها لفوق هم يشدونا لتحت. مش ده حصل قبل كده كذا مره، يبقى الاهلي وتحديدا بعد العوده من مشاركاته المونديالية بتلاقي مولعين الدنيا في ماتشات قدام فرق كبيره جدا وعالميه جدا، ونيجي بعد منها على طول مع فرق محليه من بتاعتنا اللي هي المفروض ان هي على قد الايد، وتلاقي الوضع مختلف تماما. لان هم هيلعبوا، هم دلوقتي هي الطاقه المكنونه دي اللي طلعت هناك مش هتقدر تطلع هنا، لان هو هيلاعب لاعب حاسس ان هو قده او يمكن احسن منه شويه. بس عنده نفس الحافز بتاع انه عايز يحصل على لقب البطوله. ما هو اللقب، ما هو ده اتفقنا عليه. واحد، الفرقه اللي قدامك بقى طريقه لعبها الطاقه المكنونه هتطلع لها، لكن مش هتطلع لك انت، هيبقى كلهم بيتنططوا قدامك، كلهم عاوزين تالت كاس العالم، عاوزين بطل افريقيا. فدي دوافع عندهم عاليه جدا جدا. كل فرقه هتلعب قصادك كده، كل فرقه هتلعب قدامك متكتله دفاعيا عشان ما يخشش فيها اهداف، عشان تطول عمر المباراه. في المقابل بقى احنا دورنا ايه في الحاله دي؟ دورنا نتصرف ازاي في الوضع ده؟ هو ده دورنا، اعداد المدرب للفرقه قبل المباراه، زي ما هو عد فرقتنا قبل ماتش الاتحاد اعداد مثالي، اعداد مثالي طبعا. ان خلت شكل الفرقه واللاعبين، لان الاعداد النفسي مهم جدا طبعا. هنا برضو عاوز اعداد نفسي، وعايزه تغيير بعض اللعيبه اللي لعبوا في كاس العالم، عشان يبقى اللي ما لعبش ده عنده دوافع تانية غير دافع المباراه، يثبت نفسه ذاته ان انا ما لعبتش في كاس العالم كنت انا احق، فهتديله دافع ان هو يؤدي. يعني كل لاعب هينزل جديد لمصلحته، مصلحه النادي الاهلي ومصلحته هو كمان، فهيرتفع رتم المباراه معاه. المباراه كل الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي في السوبر هتلعبه بقوه، وهتلعبه بنديه، وهتلعبه بحماس، وهيبقوا فرحانين. انا هلعب ضد الراجل مثلا اللي وقف بنزينه، انا هلعب ضد الراجل اللي جاب صد جول في من بنزين. يعني دوافع تانية كتير بتاعت الفرق دي. احنا مفروض الاعداد النفسي لنا وجهز لنا نفسنا، ويفصل بين دلوقتي وكاس العالم والثلاث بطولات. احنا لعبنا ثلاث بطولات السنه دي، فالثلاث بطولات لم نوفق فيهم. يعني وفقنا يعني ايه للاسباب اللي انا قلتها، ان لكن انك تطلع ثالث طبعا حاجه كويسه، يعني ثالث كاس العالم، كل قارات العالم طبعا، كل انديه العالم، كل الانديه اللي بتلعب على مستوى العالم، انت دلوقتي طلعت الثالث بتاعهم، يبقى انت في منزله كبيره قوي. مفروض ان انا هنا اعدهم الاعداد النفسي اللي يقدر يتعامل مع اللعيب المصري اللي بيتكلم كلامه واللي بيشتغل بلغته وبيأدي أداؤه وحافظ لعبتنا وعايش عيشتنا. لكن احنا قادرين ان شاء الله بإذن الله نكتسب من هذه البطولة الدافع يستمر معانا، الخبرة موجودة لكن طب تستمر معانا، وما نبصش ان انا بلعب مع السيراميكا بتاعت مصر، انا بلعب مع 11 فريق لان انا عايز بطولة.